رشيد مشهراوي اتفقنا سويا انه تاريخه السينمائي وافلامه الايقونيه اللي موجوده اللي كل المهتمين بالسينما عارفينها طول الوقت احنا نتكلم عنها طول الوقت اسمك بياتي ذكره وافلامك انما احنا النهارده بنتكلم عن مشروع مختلف تماما صحيح مش هنتكلم عن افلام رشيد مشهراوي احسن احنا هنتكلم عن مشروعه اللي اعتقد انه مفيش مشروع سبقه قبل كده حد يعمله بالشكل اللي انت عملته هو المشروع اللي انت بتحكي عنه الافلام الفلسطينيه اللي هي افلام في غزه من المسافه صفر بالنسبه لي انا مشروع مهم كفلسطيني كسينمائي كابن غزه كمان هذا بالنسبه لي كتير مهم وبالنسبه لي هذه كانت فرصتي انا انه اعطي فرصه للسينمائيين والسينمائيات اللي في غزة انهم يقدروا يعبروا عن نفسهم يحكوا حكاياتهم الشخصية يعبروا عن نفسهم سينمائيا يحكوا الحكايات التي لم تحكى اللي لو ما عملنا هاي الافلام صعب العالم كله يشوف هاي القصص وهاي الحكايات بالنسبة لي انا هذا مهم جدا عشان هيك انا بحب انه هذه التحية تكون مش بس اللي انا لرشيد مشهراوي للمخرجين والمخرجات اللي في غزة اللي عملوا هاي الافلام 22 فيلم واكثر من مخرج ومخرجه فلسطينيين داخل غزه يا عمر في حد سمعني هاي يا عمر نور نور يلا نطلع من هان يلا يا نور نور حس ان بابا عايش ها نور يلا خلينا نطلع من هاي بابا عايش انا عارف انه عايش بس بكره بنرجع وعد غير بكره نرجع التجربه زي ما قلنا لها سمات مختلفه كل التحيه ليهم بالتاكيد الفكره ازاي طلعت وازاي تجاوزت فكره انه يمكن يكون الشاشات الاخباريه غطت كل شيء السينما هتقول ايه دلوقتي فعلا فعلا هذا أهم وأكبر سؤال أنا واجهته لأنه كل قنوات العالم بالشهر الأول والثاني للحرب عم بتبث مواد من غزة عن الحرب الكل شاف حجم الدمار حجم الشهداء حجم الكوارث اللي كانت في غزة وإحنا حنقول إيه أنا كان اعتمادي كمان على الطرق اللي بنعمل فيها الأفلام عشان كمان الأفلام تعيش بقيمتها الفنية السينمائية لأنه هذا مشروع كمان ثقافي ومشروع تدريبي للمخرجين أنه بعد المسافة صفر يقدروا هم يعملوا أفلامهم ويفكروا سينما ويقدروا يعملوا بلغة عن جد عالية بدون أي تنازلات فعشان نتلاشى كل اللي عم بيشوفه العالم من غزة بهاي الأيام احنا قلنا بدنا نروح على الحكايات التي لم تحكى فهيك صعب حدا بكل الاعلام انه يقدر يلمس المناطق اللي داخل هدول السينمائيين او من تجربتهم الخاصة او من علاقاتهم او من العيلة او من الاحداث اللي عاشوها وتعايشوها فهذا كان شرط باختيار الافلام الحكايات التي لم تحكى تسرد سينمائيا من المسافة صفر أفلام ممكن تتشاف بعد 5 سنين بعد 10 سنين بعد 20 سنة لا تفقد جمالها الفني مع مرور الزمن أو مرور الحدث صحيح لأنه التلفزيونات والأخبار تعال نقول بلاش تلفزيونات الأخبار هي كمان ذاكرتها قصيرة لأنها بتتعامل مع حدث اليوم صح بتتعامل مع شيء بكرة في شيء تاني بعده أو بعد ساعة في شيء تاني فهي مش كتير بتحافظ على الذاكرة السينما مهمتها الحفاظ على الذاكرة مهمتها عشان هيك الأفلام تبعتي أنا اللي عملتها قبل 20 و30 سنة عم تعرض بهاي الأيام بمهرجانات وبتلفزيونات وبدور عرض لأنه بتعيش بقيمتها الفنية كمان مش فقط كردة فعل لفعل هي فعل بحد ذاته Ground Zero المسافة صفر الاسم كانت دلالاته إيه واختياره يعني هو أجل الاختيار من أنه لما بدأ الاعتداء على غزة بالطريقة اللي كلنا شفناها أنا بطبيعتي كردة فعل طبيعية بروح بعمل فيلم
انا كرشيد مشراوي بروح معمل فيلم. انا كان في ردات فعل. انا رحت العراق عملت فيلم، انا رحت لبنان عملت فيلم، انا رحت سوريا عملت فيلم، مش فقط يعني كبشر، مش فقط كفلسطينيين. فما رايك؟ معلش، تجربتك الرائعه المتفرده لما حصل كورونا وبكاميرا الموبايل، انت شفت كورونا دي يمكن يكون نموذج للحصار. صحيح. اللي بيعيش الفلسطينيين. صحيح. يعني كمان حولت المسألة لقضية تخصك. صحيح. شارع جابرييل. إذا بنرجع كمان مرة لذكريات الطفولة، أهالينا كانوا يحكوا لنا عن الحياة في مدن فلسطين اللي هجروهم منها قبل ما يصيروا لاجئين في غزة، وإحنا بنحكي لأولادنا عن الاحتلال الإسرائيلي وعن أيام منع التجول في غزة، ويمكن أولادنا يحكوا لأولادهم عن هاي الأيام اللي إحنا فيها اللي غيرت العالم كله. فعلا فيروس بصحي فيروس. صباح الخير.